بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجلسة، السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد نائب الأمين العام، السيدات والسادة الموقرون، رؤساء وأعضاء الوفود الموقرة، باسمي وباسم الإدارة العراقية والوفد العراقي أشكر دولة الإمارات المتحدة حكومة وشعبا على استضافتها لهذا المؤتمر الدولي الهام وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة، كما نشكر السيد الأمين العام للاتحاد ونائبه ورؤساء القطاعات في الاتحاد لتحملهم المسؤولية في الدورة الماضية بأفضل أداء، ويسعدنا أن نشارككم الجهود الدولية لنشر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع شرائح المجتمع وربط جميع دول العالم، هادفين بذلك إلى تسخير هذه الخدمات والتكنولوجيات للارتقاء بالواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتنا وشعوبنا، لما لهذا القطاع من تأثير على التنمية والاقتصاد والاجتماعيات للبلدان. السادة الحضور، لا يخفى على الجميع الظروف الأمنية الصعبة والتحديات التي واجهها العراق في الفترة الماضية، ولا نكون مبالغين إذا قلنا بأن العراق واجه حرباً شرساً قل نظيرها، إلا أنه وبرغم من ذلك لم ندخر جهداً في سبيل تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في المحافل والنشاطات الدولية المختلفة، لا سيما اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات، إدراك منا لأهمية قطاع الاتصالات والمعلومات الذي عملنا بكل جهدنا على تعويض الضرر الذي لحق به من جراء هذه الظروف الأمنية الصعبة. إن المجتمع الدولي على علم بأن هناك مناطق في شمال وغرب العراق قد تعرضت للتدمير بسبب أحداث عام 2014، وانعكس ذلك سلباً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على شريحة واسعة من الشعب العراقي. وقد بادر الاتحاد مشكوراً في دعم العراق في مؤتمر المندوبين المفاوضين في بوسان عام 2014 لبناء البنية التحتية المدمرة في تلك المناطق من خلال قرار الاتحاد 193، ولذلك شرعنا وبعد انتهاء الحرب للنهوض بالواقع المرير الذي شهدته هذه المناطق وإعادة إعمار المحررة منها، والتي تعرضت لهجمات أدت إلى تهديم البنية التحتية الخاصة بهذه المدن، ونجحنا بإعادة بعض الخدمات الضرورية وإعادة العوائل إلى أماكن سكناها. إننا وبالرغم من كل هذه التحديات الأمنية والاقتصادية لم نتوانى عن تطوير جميع مفاصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، فقد قمنا بالعمل منذ أكثر من عام على مشروع الحكومة الإلكترونية من خلال وضع الخطط الاستراتيجية وبناء محاور السياسات والقوانين والبنى التحتية والتطبيقات، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في استكمال محوري البنى التحتية والتشريعات ذات العلاقة، وإننا بدأنا بمرحلة إطلاق التطبيقات الحكومة الإلكترونية. وفي بداية هذا العام أطلق العراق مبادرة تنموية شاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسميت بمبادرة دوم 2025، تهدف إلى بناء مجتمع معلومات متكامل يعزز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحقق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للشعب العراقي، حيث تضمنت المبادرة العديد من المشاريع المهمة كتعزيز التعاون والمشاركة بين أصحاب المصالح ونشر الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية الاستثمارية واعتماد الشفافية في العمل، كما تتضمن المبادرة إنشاء لمركز أبحاث خاص يمتلك المواد اللازمة لإسناد ودعم جهود المؤسسات الحكومية في التحول من العمل إلى العمل الرقمي. كذلك تضمنت خطة لنشر خدمات الجيل الجديد من الاتصالات المتنقلة لنشر خدمات النطاق العريض
وغيرها من المشاريع المهمة الأخرى. وإن العراق قد أكمل البنى التحتية اللازمة لنشر خدمات تلك خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبواقع 3 شبكات وطنية وشبكة واحدة خاصة ومؤمنة للخدمات الحكومية، واثنتان عامة لجميع خدمات الاتصالات الأخرى، وبسعات عالية جدا تغطي الاحتياج المحلي للسنوات العديدة المقبلة. وإننا هنا ندعو المجتمع الدولي إلى الدخول في السوق العراقية الكبيرة والاستثمار فيها كونها سوقا كبيرة وواعدة، كما وندعو لدعم قرار العراق في مبادرته التي تمت الإشارة إليها، مبادرة دوم. أعزائي الحضور، في الختام نقدم أحر التهاني والتبريكات لجميع الدول التي ترشحت لعضوية مجلس الاتحاد، والسيد الأمين العام للاتحاد، والسادة والسيدات مرشحي الدول لمنصب نائب الأمين العام، والسادة والسيدات المرشحين لمناصب رؤساء القطاعات الثلاث، وكذلك نهنئ المرشحين لعضوية لجنة لوائح الراديو، متمنين للجميع النجاح في الانتخابات والتوفيق في عملهم في الاتحاد في السنين القادمة. كما نقدم شكرنا وامتناننا إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بكل فروعه وأقسامه والعاملين عليها لدعمهم المتواصل للعراق وحث دول العالم للوقوف معه، ونرجو لمؤتمرنا هذا النجاح في أعماله وتحقيق جميع أهدافه بما يخدم مصلحة الاتحاد الدولي للاتصالات وجميع دول والشعوب والأهداف النبيلة لتنمية الإنسان في هذه المنظمة العريقة. والسلام عليكم ورحمة الله.